بسم الله. هذا جاسر أحد أحفاد دكتور بدر حسون، وهو يقيم في هذه القرية البيئية النموذج. لو سألت جاسر، أنت في أي صف يا جاسر؟ رابع. في صف رابع. لو سألتك في الصف أو المعلمة سألتك في الصف، هل تحب هذه القرية التي تقيم فيها؟ نعم. لماذا؟ لأنها جميلة ويمكن أن نلعب فيها كثيرا. ما الذي يمكن أن تراه أيضا غير أنها جميلة؟ الأشجار. الأشجار، ثم ماذا؟ والطبيعة. والطبيعة، ثم ماذا من صناعات؟ الصابون. الصابون، هل تحبه؟ نعم. طبعا. هل دعيت أحد من زملائك بالمدرسة للحضور؟ هل حضروا معك؟ نعم. أكرمتهم وضيفتهم كما يفعل جده؟ نعم. ها؟ ماذا لو طلب منك أن تسافر إلى الخارج في أوروبا أو غيره، ماذا تقول لهم عن هذه القرية؟ يمكن أن تأتوا إلى هنا. أيها. وترى الصابون وكل شيء. أنت ممتاز. ماذا تحب أن تكون يا جاسر في المستقبل؟ ماذا تحب أن تدرس بالجامعة؟ مهندس إلكتروني. مهندس إلكتروني. لا تريد أن تذهب إلى كلية العلوم في قسم الكيمياء لتكون مثل جده، أم أنك تريد إلكترونيات؟ إلكترونيات. هل لك إخوة أكبر منك أم أنت الكبير؟ من هم؟ جواد. جواد في أي صف هو؟ سامن. ماذا يرغب أن يكون؟ لا تعرف؟ اسأله حتى تعرف. تحب جده كثيرا؟ طيب سلم على جده. بارك الله فيك. دكتور بدر الآن مشغول بأن يحفر على صابونة ملونة باللون الأحمر ويشكلها كوردة يهديها لنا. هذا النموذج نموذج للعطاء ونموذج للمبادرة، فربنا يبارك فيه. أنا كنت مع جاسر من شوية، نموذج أيضا أردت أن أطلعكم عليه، وهو فوجئ بكل أسئلتي والجواب لكم أنتم الآن. ربنا يبارك فيه ويحفظه من كل مكروه، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله.